اليوم الجمعة 15 شهر 11 من طابق 40 اللي كنت واجد فيه حاليا بإحدى المباني العملاقة الشاهقة ببينانغ بينانغ لونو ديال العمارة مبقيتش عاقل عليه جين جوز ولا شي تخرميزة بحال هكا معنديش لا ميموار دو نو اللي كنلاحظ هنايا في المدن الماليزية هو نقرب شوية لهنايا كتشوفوا هاد البنية هذا البنية القديم ديالو هو تجمعات سكانية مجمعين أزقة المهم داكشي منظم النظام وكنظن هذه لا دوزيام جينيراسيون اللي جات موراها يعني بربعة حتى الخمسة ديال الطوابق ولكن من بعد جات هاد المباني اللي كتشوفوا هنايا مباني شائقة عمارات هذا النوع ديال التوسع العمودي واللي كتشوفوا المهم كاين بعادين شويش وعلى سبيل المثال هذه اللي احنا فيها يعني انا والفريق ديال او بعض اعضاء فريق البطوطة كنت واجدو في طابق 40 وبالذات في الشقة 5000 نموذج آخر ديال العمارات تلاحظوها يعني وبجوارها كاين دوك الدور القدامي والمسألة الثانية هي الطرق بين تحتية انتم كتلاحظوها شوارع واسعة كاين الأماكن اللي فيهم تروابوا معلومة أخرى استقيناها صباحا من أحد سائقي يعني سيارات الأجرة ولكن من نوع خاص معروف عندهم هنا بجراب لو بري ديال الكاربيرون عندهم رخيص سيارات الأجرة من نوع بحال شكل ديال إن درايف رسمي والدولة كتدعم لهم الكربيرون البنزين وليسانس على الخصوص سيارات ليسانس المازوت والتخاخن وهذا لحد الآن ماشي شيء الله يشفس البارح لو البارح واحد الشاحنة قديمة شويش أما ما تبقى البارك ديالهم المهم سيارات نقيقية وجديدة ولا ماشي جديدة الله أعلم نقية نقية علاش لأن حتى الأمطار اللي كتساقط دابا وساعة الدنيا كاملة مغسولة وبعد نماذج ديال الظروف هاهما الكاربيرون في لي ستاسيون ما جو كروا شي 8 دراهم وعند دوك السيارات الدعم ديال الدولة كان تقريبا كيوصل لهم 50% داكشي على السيارات الأجرة عندهم رخيصة لأنها مدعمة كاربيرون مدعم وعاد ربما كاين مسائل ديال الضرائب وكاع سي با فاسيل باش تجيري دولة من هاد الحجم دولة كبيرة دابا اللي حد الآن عندنا 15 يوم 14 يوم تقريبا هنايا وباقي لنا الخيط باقي لنا 11 أيام أخرى ولا أكثر ولا 11 يوم وكل مرة فين كنوصلو لشي مكان كنعطيكم صورة صغيرة باقي هادي هاد العشية الله وصلنا يلاه خدينا ليكلي المهم دوشنا خدينا درنا القهوة ديالنا وفي الطريق
تناولنا واحد وجبة غداء، ودائما كنأخذ هنايا الماكلة عند الناس صراحة، مش كيقولوا الحبيبية المغربية، اللي اسمك الوجه اللي هنا راه غادي يعرف اش كان قصد. دجة خطير والله، ما عاد دجة خطير. هما بالنسبة لهم الماكلة ديالهم، العادات والتقاليد ديالهم، ولكن حنايا هذيك الماكلة بوجنا في المغرب، والله إلا إكسبسيون. وهنايا كيبان راه ديك هذا، كيبان الشاطئ، يعني ديك المنطقة يعني جات هي تقريبا إندونيسيا، ماليزيا، دايما كنقول إندونيسيا باريرو، ماليزيا عبارة عن جزر أو جوج ديال الأجزاء كبار من جوج ديال الجزر، وفي مناخ استوائي، دونك الشتا تقريبا شي تقريبا، المهم اللي جينا بعدا يوميا كتسقط الأمطار، ماشي ماشي، أستالا فيستا، تشاو.